أهلا أصدقائي التلاميذ، ومرحبا بكم مرة أخرى في تمارين الداعمة لامتحان الموحد للسنة السادسة. مع هذه العملية هي عملية جمع ومعها عملية الطرح، إذن لمن الأسبقية؟ دائما للأقواس، إذن نقوم بعملية الجمع أولا. 5149 زائد 7 فاصلة، إذا 7 هو رقم الوحدات، غادي يكون تحت 9، وهنا الفاصلة ونحطو 147 ونكمل بالأصفار. نقوم بعملية الجمع. 0 زائد 7 سبعة، 0 زائد 4 أربعة، 0 زائد 1 واحد، نضع الفا، 9 زائد 7 16، 4 زائد 1 خمسة، والواحد والخمسة. نكون قد أنهينا عملية الجمع. إذا نضع العملية الطرح. 5146.47 نطرح منها 800، 100 تحت المئات، 10 تحت العشرات، الوحدة تحت الوحدات، الفاصلة تحت الفاصلة، 5. 7 ناقص 0 سبعة، 4 ناقص 5 لا يمكن. أستلف وأرد السلف، وأرد السلف. 14 ناقص 5 9، 6 ناقص 3 3، 5 ناقص 0 أبا لا يمكن، 5، 5، 1 ناقص 8 لا يمكن، أستلف وأرد السلف. 11 ناقص 8 3، 5 ناقص 1 4. ونكون قد أنهينا.